تجددت المواجهات المسلحة بين آل الشلالي ومسلحين حوثيين في مديرية الرضمة بمحافظة إب، وقالت مصادر محلية في المنطقة إن تجدد الاشتباكات المسلحة جاء بعد قيام عناصر من الحوثيين من قرية الداري بالتقطع واحتجاز عربة لنقل الماء تابعة لآل الشلالي. وأضافت المصادر إن وساطة قبلية تدخلت في البداية لنزع فتيل التوتر بين الطرفين، إلا أنها فشلت، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة وقذائف RPG دون أن تشير المصادر إلى سقوط ضحايا باستثناء تضرر عدد من المنازل. يذكر أن مديرية الرضمة شهدت وقوع اشتباكات سابقة بين الحوثيين والقبائل أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 10 قتلى وعدد من الجرحى، ما أدى إلى تدخل وحدات من الجيش لوضع حد لتلك الاشتباكات التي تجددت اليوم.